جميلة المبسوط، عضوة في نادي الروتاري ماجوريل مراكش، ومسؤولة على العمل الداخلي في النادي. اليوم جينا باش ندشنو هاد الوحدة، الدمجة، وحدة الإدماج ديال المرأة المعنفة والطفل المعنف التي تستقبل هاد كي قلت لك النساء والأطفال المعنفين. هاد الوحدة كانت في واحد الحالة مزرية لا تليق باستقبال المرأة اللي كتجي في واحد الحالة نفسية يرثى لها. فإذا بنا يعني رأينا احنا واحد النادي اللي هو مرافق لنا، نادي الروتاري دويان بالرباط، بشراكة بينهم وبين النادي ديالنا، قمنا بترميم وتجديد كل ما يتعلق بهذه الوحدة، بما فيها يعني ترميم جدري، بما فيها يعني هاد الزليج، لتنشيطي ديال الأسطوح، الصباغة، المكاتب، المراحيض، كل ما يتعلق يعني من جديد. يعني بحال قلتي كاينين غير الحوائط، وحنا قمنا بكل ما يتعلق بالمكتب لإعطاء فرصة يعني تليق بالمرأة المغربية وتليق بالمرأة المعنفة، باش تعطيها واحد شوية ديال الثقة في نفسها والارتياح ملي تجي حاملة واحد الحمولة ديال الأعصاب والشكوى والقلق وعدم الثقة. يعني على الأقل تكون ملي تجي لهذه الوحدة تلقى داك الارتياح اللي يعطيها شوية الثقة بنفسها ويرد لها شوية ديال الاعتبار. وحنا درنا التدشين اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة وللمرأة المغربية، والله عاش المرأة المغربية. أستاذة فاطمة الزهراء توراكت، رئيسة جمعية الروتاري مراكش ماجوريل، في إطار الأعمال الاجتماعية والتضامنية التي يقوم بها نادي الروتاري العالمي، قام نادي الروتاري مراكش ماجوريل ونادي الروتاري الرباط بإعادة بناء البنية التحتية لهذا المركز اللي كتشوفوا قدامكم بميزانية تعادل 200,000 درهم، كلها جابوها لنا المحسنين والفاعلين الجمعويين، وذلك من أجل تحسين الظروف للمرأة والطفل ضحية العنف لكي يولجوا لهذا المركز هذا في حالة نفسية وجسمانية جد مزرية. في هذا الإطار كنشكر جميع المتدخلين اللي ساعدونا على إتمام هذه العملية بنجاح، شكرا جزيلا. حيدري مصطفى، رئيس نادي روتاري الرباط. احنا كنتواجدوا حاليا في الوحدة المندمجة اللي كتكلف بالنساء والأطفال المعنفين في مدينة مراكش، واللي قمنا بإعادة الترميم ديال هاد المركز بالتعاون مع نادي الروتاري مراكش ماجوريل، وتمت هذه العملية بمبلغ تقريبا 200,000 درهم، وهمت إعادة الترميم وكذلك تجهيز المركز بالمعدات الضرورية للفحص، كذلك المكاتب والمكيفات الهوائية إلى غير ذلك. وهذا المركز له أهمية خاصة نظرا لأنه أول مركز كان دار في المغرب 2006 تم الافتتاح ديالو، ولكن منذ ذلك الوقت لم يتم ترميمه، وبالتالي كانت الوضعية محرجة بالنسبة للنساء والأطفال اللي كيجيو لهذا المركز واللي ما كيلقاوش فيه الراحة ديالو، كذلك بالنسبة
الطبيبة الرئيسة وكذلك الممرضات اللي تيعملوا في هذا المركز. كانت ظروف العمل ديالهم قاسية جدا، والآن الحمد لله الوضعية تسوات وإن شاء الله غادي يمكن لهم يعملوا في أحسن الظروف. الفاتحة إقبال قرماعي، رئيسة مؤسسة لنادي مراكش ماجوريل. هاد العمل اللي درنا هو كان مقترح علينا من نادي الرباط، روتاري الرباط، ودرنا شراكة ودرنا كل هيئنا هذا الفضاء وتجهز لاستقبال المرأة والطفل في حال معنفين. ودرنا هذا الافتتاح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.